بحلقة اليوم من 180 درجة. يعني بحب الحياة بس ضروري تكون مجبولة بالتحديات، إنه شوية الرياحة ما بتضر. من الهوة للقوة، من القوة للقوة الفاعلة والفعالة، من اللوم المزمن لمعانقة المسؤولية الذاتية، من التدقيق بوصف ودراسة الأحلام للتحقيق، ومن التحقيق للتحليق. التغيير مش بالفرص، بالأشخاص أو بالظروف، التغيير بوجهة نظرك وتوجه فعلك. صار وقت تغير 180 درجة. 180 درجة، 180 ثانية، من الاثنين للجمعة 7 الصبح، 12 الظهر و6 المساء، مع لارا طوق سليمان على صوت الغدر. مرحبا، أنا لارا طوق سليمان. 180 ثانية بلشنا. روي صبي عمره 4 سنين، كان رايح مع بيو على البري سكول وماشي حد السياج. هو وماشي بيشوف شرنقة عم تهز. سأل بيو، فسر له بيو انه الشرنقة فيها فراشة بدها تطير، وبما انه الشرنقة عم تهز قرر البي انه وقت النطرة خلص وانه الفراشة صارت جاهزة. وهو وروي مدوا ايد المساعدة وكسروا الشرنقة تالفراشة تطلع على الحرية اسرع. لما كسروا الشرنقة لقوا فراشة بيضة، طلعت شوي بس ما طلعت اكتر، وقعت على الارض وماتت. طبيعتنا الإنسانية بتسعى للتسهيل لتخفيف الحمل للاستهانة. بطبيعتنا منلاقي التحدي شيء سلبي رح يعرقلنا عن الفرح، عن الارتياح وعن السلام. بس بالحقيقة التحدي يلي بتعيشه الفراشة تتكسر الشرنقة أو الصراع إذا بدكن، هو بذاته يلي بيقوي جوانحها وبيمكنها من الطيران. يعني التحديات يلي نحنا منعيشها هي يلي رح تعطينا سلاح التقدم، هي يلي رح تقوي جوانحنا تنحلق. في خاف من التحدي ووطي راسي وضل دجاجة أرض بتحدق بيلي بيتقدم له، أو في اقبل التحدي وربي جوانح نسر بيحلق وبيرمي نظره عالدني ومنه بنقي هدفه تيحصد التقدم. 180 ثانية لليوم خلصوا، بس 180 درجة هلأ بلشوا. نفس عميق، حبوا الحياة لأنكن قدها. References used in this episode: Joe Pane Fox Training 2017 The Coaching Institute and 180 Degree Mindset. Graphics and Artworks by Snapic Studio. Music track 180 Degrees by Gary Sleiman. من الهوة للقوة، من القوة للقوة الفاعلة والفعالة، من اللوم المزمن لمعانقة المسؤولية الذاتية، من التدقيق بوصف ودراسة الأحلام للتحقيق، ومن التحقيق للتحليق. التغيير مش بالفرص، بالأشخاص أو بالظروف، التغيير بوجهة نظرك وتوجه فعلك. صار وقت تغير 180 درجة. 180 درجة، 180 ثانية، من الاثنين للجمعة 7 الصبح، 12 الظهر و6 المساء، مع لارا طوق سليمان على صوت الغدر.